بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم عندنا شرح Lecture 2 of Inflammation. بعد ما خلصنا المحاضرة الأولى، المفروض صار عندكم صورة أن الإنفلاميشن بيعتمد شوي على الفهم، يعني كل ما كنت فاهم أكثر كل ما كان عملية الحفظ بالنسبة لك إشي سهل وبسيط فعليا. أن تسلسل أحداث بالإنفلاميشن، لازم تكون فاهم تسلسل الأحداث. إذا أنت فاهمه فعليا بفضل عليك تحفظ كم من شغلة، أمورك بالسليم 100%. نهاية هاي المحاضرة زي ما وعدتكم كل مرة راح نكون حاطين مجموعة كيسز، حاطت لكم هاي المحاضرة بنهايتها 3 أسئلة كيسز ونحلهم سوا. الدكتورة محاضرة اليوم قالت إنها راح تجيب بالامتحان مجموعة كيسز محترمة يعني، فإحنا هسا كل ما نحل أكثر، الدكتورة بجيب من هذا التست بانك حرفي، فكل ما نحل أكثر هاي الكيسز كل ما يكون عندنا فرصة إنه نجيب فول مارك إن شاء الله. بس في البداية أنا حاب أراجعكم بمحاضرة المرة الماضية أساس نضل لمين أفكار الستبس كاملين. خلينا نقول بعدين نبلش محاضرة اليوم. محاضرة اليوم مش صعبة، هي أصعب شوي من محاضرة المرة الماضية، بدها فهم أكثر، لكن عيارك فهمتها خلص فعليا، يعني إذا فهمتها خلص كمية الحفظ فيها كثير قليلة، بكل عليك إنك تفهمها. فعشان هيك حاولوا ركزوا معي وافهم قد ما تقدر، وأنا راح أنزلكم من السلايدات هاي اللي بكتب عليها، راح أنزلها مع شرح الفيديو، وافتح السلايدات تبع معي وكذا، وإن شاء الله أمورك بالسليم. طيب نيجي للي قلناه المرة الماضية بمختصر سريع. قلنا عندنا بكتيريا تفرز توكسين بتدمر التيشو، راح الجسم يظل ساكت؟ لا طبعا الجسم ما راح يظل ساكت، راح يبعث لها وايد بلاد سيلز تبلعمها. قلنا الانفلاميشن راح تكون تو ستيبس، او خلينا نحكي يعني تو مين ايفنتس. اول مين ايفنت اللي هو راح يكون عندنا فاسيولار ريسبونس، وثاني مين ايفنت سيل ريسبونس. اخذنا المره الماضيه فاسيولار ريسبونس كامل، هاي المره ناخذ سيل ريسبونس. نذكركم بالفاسيولار ريسبونس كان بيعتمد على شغلتين. اول اشي راح يتغير كمية البلد فلو والسرعة تبعته، الفيلوسيتي تبعته. ثاني شغلة كانت تعتمد على تغير البيرميبيليتي، وكل هذا تحضير وتجهيز بس للسيلولار ريسبونس. طيب شو كان يصير؟ كان يصير عندنا اول اشي فازو كونستريكشن لحظي من 3 لـ5 ثواني، قلنا بحالات الحروق الشديدة ممكن يستمر لدقائق، سببه اكزون ريفلكس. بعد هيك راح يصير عندنا اللي هو دايليشن، انا صار اسم لكم اياه عامل دايليشن هون. المهم راح يكون عامل دايليشن، لما يعمل دايليشن راح تزيد كمية البلد لعشر أضعافها، بس زيد لعشر أضعافها راح تزيد الضغط لهون، فراح تبلش تطلع البلازما لبرا. شو سمينا هذا السائل؟ سميناه ترانزوديت لأنه سائل خالي من البروتينز، وقلنا إذا السائل طلع معه بروتينز راح يصير اسمه إكزوديت. متى راح يصير؟ لما نبلش نغير في البيرميبيليتي، لما نبلش نفتح مجال أكبر للبروتينز إنها تطلع راح يصير عندنا إكزوديت، أما حاليا ترانزوديت. طيب ازداد كمية البلد لعشر أضعافها وبلشت تطلع لبرا، هسا ما دام بلشت تطلع لبرا راح تكون كمية ال RBCs عالية والوايت بلاد سيلز. ليش؟ لأنه كمية ال RBCs في بلاد غير كميتها بعشر أضعاف هاي البلاد، صح؟ ثاني شغلة ثانية، أنا عملت كثير وايت بلاد سيلز ليش؟ عشان بدي أطلعهم يقاتلوا البكتيريا، بدي أطلعهم يقضوا على البكتيريا. فأنا صار عندي هون جوا البلاد وايت بلاد سيلز كثير، ريد بلاد سيلز كثير، بروتينز كثير، لأنه ما في إشي طلع غير البلازما. ثاني شغلة ثانية، البلازما كلها طلعت لبرا، فصار البلاد كثيف. صار البلد ايش؟ كثير. شغلة ثالثة وأخيرة، إنه البلازما لما طلعت لبرا بلشت تضغط لهون زي هيك، هذا كله أدى إنه البلد يصير سلو. يعني بالمحصلة قلنا صار سلو، ازداد 10 أضعاف البلد اللي قبله. هاي الشغلتين صارت بإيش؟ تغيرات بال خلينا نقول بال اللي هو بلد فلو. بعد هيك بلشنا نغير في البيرميبيليتي هون، وكان عندنا 4 شغلات. حلو، 4 شغلات، شغلتين دمج، واحدة دمج توكسين كان يأثر لنا على فينيولز ارتريولز كابيلاريز، ركزوا على هاي الشغلة. وشغلة تانية اللي هي لما الوايت بلاد سيل تطلع على خير راح تبلش تفرز فري راديكالز وإلى غيره أشياء عشان تقتل البكتيريا يعني، بس تفرز هاي الشغلات ممكن برضو تسوي لي دمج، وبرضو الدمج ما راح يفرق سواء فينيول كابيلاري ارتريول أي شيء بيجي فيه بيعمله دمج. طيب شغلتين ثانيات عنا، عندنا واحدة راح تحفزها الهستامين، وركزوا لي على الهستامين راح يمر معنا اليوم كثير، واحدة راح يحفزوها تنين تي ان اف والاي ال 1 وبرضه راح يمر معنا كثير. اللي بحفزها الهستامين كانت بس تستمر من 15 ل 30 دقيقة، وكان اسمها ايش؟ كان اسمها اندوثيليال سيل كونستركشن كونتراكشن، سوري اندوثيليال سيل كونتراكشن، انقباض الخلايا. الشغلة الثانية كانت اللي هي اسمها جنكشنال ريتراكشن، كان السبب فيها TNF والIL-1 كانت تستمر لـ 24 ساعة
وهي سببها تغير بالسيتوسكليتون، بس مش معناها تغير بالسيتوسكليتون يعني الريفيرسبل، لا عادي تغير بالسيتوسكليتون ريفيرسبل. طيب نيجي لمحاضرتنا اليوم، يعني احنا كمحصلة بس خلينا الوقت، خلينا البلد كميته اكبر، الفيلوسيتي تبعته قليلة، سرعته صار بطيء، نفس الوقت فتحنا هنا بوردز او سوينا بيرميبيليتي عالية، صارت نفاذية عالية. طيب لساتني ما طلعت الوايت بلاد سيل، فخلينا نبلش بخطوات نطلع الوايت بلاد سيل. خلاص هيك خلصناها، لنبلش بالسيلولار ريسبونس، كيف نطلع الوايت بلاد سيلز برا. شوفوا راح نطلعها مع خمس خطوات. اول خطوه اسمها لوكوسايت مارجينيشن، شو راح يصير فيها؟ بالبدايه نشرح فيسيولوجيك، الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي انه هاي عندنا هنا ماشي البلازما على الطرف، والريد بلاد سيلز بعد البلازما بتيجي، وبالنص عندنا وايت بلاد سيلز، بعدين ريد بلاد سيلز، بعدين بلازما. شو السبب؟ سبب انه كان جوا الدم بتوزعوا حسب الحجم، يعني الوايت بلاد سيلز حجمها اكبر اشي فبتكون بالنص، الريد بلاد سيلز راح تكون محيطة فيها من الجهتين لان حجمها اصغر شوي، واخر اشي راح يكون البلازما مالك بين الجميع زي هيك وملزق بالوول. طب لما صار عندنا خروج البلازما وصار عندنا انفلاميشن، الار بي سيز راح تبلش حركتها، راح تبطل حركتها منتظمة، راح تصير تلاخم ملاخمة، فهتصير تخبط في بعض وتلزق ببعض، راح تسوي لنا ماسز. هاي الماسز حجمها اكبر من الوايت بلاد سيلز. طيب شو معنات حجمها اكبر؟ معناها هي اللي راح تيجي على النص، والوايت بلاد سيلز راح تصير محيطة فيها من الجهتين وتصير اقرب لايش؟ اقرب للوولز. فهاي هي اول خطوة، قربنا الوايت بلاد سيلز للوولز. طبعا البلازما هي طلعت اصلا، فال ار بي سي صارت بالنص على شكل يعني على شكل تجمعات، والوايت بلاد سيلز صارت على الطرف. هاي سببها الهيمودايناميك تشينج. شوفوا في رسمة حطيتها الدكتورة، خلينا ندرسها منها. هاي الار بي سيز وهاي الوايت بلاد سيلز، كويس، وهذا الامور طبيعية، الفيلوسيتي عالية للبلاد، ازداد عندنا صار فازو دايليشن، راح تزيد راح تقلل الفيلوسيتي كثير للبلاد، راح يصير البلاد بطيء، راح تصير حركة الار بي سيز راح تصير بطيئة لكنها غير منتظمة الريجوليتد، هذا الشيء مكتوب هون، تصير الريجوليتد كويس، وتصير تلزق ببعضها تعمل لنا صفائح، فراح تيجي او كتل، فراح تيجي على النص وتطلع تطرد الوايت بلاد سيلز للاطراف. هاي هي اول خطوة. طيب انا وديت الوايت بلاد سيلز على الاطراف لكني فعليا لسه ما طلعتها، فهون راح يجي دور الخطوة الثانية ستيكينج اند رولينج. هس شوفوا شو هاي الخطوة، خليني اشرح لكم فكرة سريعة بس شو هي هاي الخطوة. يكون عندنا زي ريسبتورز هون، راح نعمل اول اشي رولينج، راح تيجي الوايت بلاد سيل وتعمل ادهيجن لكنه بسيط في هاي الريسبتورز، راح تيجي تعمل ادهيجن هون وتنط على ريسبتور جنبه وتنط على ريسبتور جنبه وهكذا. اخر اشي راح تعملنا فيرم ادهيجن اللي هو الستيكينج، راح تلزق بريسبتور راح تمسك فيه وما تتحرك، راح يصير البلد بيتحرك هيك وهاي ملزقة مكانها ما بتتحرك. شو الهدف من هذا الاشي؟ انه هي صارت هون ملزقة مكانها تبلش تطلع شوي شوي لحد ما تغادر وتطلع تقضي لنا على البكتيريا. هاي هي بشكل عام شو بدنا نعمله بستيكينج اند رولينج. طيب عشان نعمل هذا الاشي بده يكون عندنا اشياء تساعدنا، صح؟ بدنا عوامل، اشياء تساعدنا انه نعمل هذا الاشي. طيب شو الاشياء اللي راح تساعدنا؟ شوفوا عندنا ثلاث عائلات راح تساعدنا، كويس، ثلاث ايش؟ عائلات. عندنا اول عائله اسمها سيلكتن فاميلي، هاي هي فاميلي اوف ريسبتورز، كلهم هذول الثلاث ريسبتورز. عندنا ثلاث انواع بي ال اي، البي من اسمه موجود على البليتلتس برضو على الاندوثيليال سيلز، ال موجود على الليكوسايت اللي هي الوايت بلاد سيل، والاي موجود على الاندوثيليال سيل، يعني كل واحد اول حرف منه، يعني كل واحد سوري الحرف تبعه هو اول حرف من المكان موجود عليه، الى البليتلتس موجوده برضو على الاندوثيليال سيلز. طب شو اللي بفعلها؟ البي راح فعلها الهيستامين والثرومبين. هيستامين جماعة قلنا قبل شوي هاي ثاني وظيفة للهيستامين، ركزوا، ثاني وظيفة للإيش؟ الهيستامين. شو هو الوظيفة؟ كان يعملنا كونتراكشن. طيب ال L وال E راح راح يحفزهم ال TNF سوري ليش كاتبها هنا أنا TNF وال EL1. كيف نحفظ هاي القصة؟ شوفوا IL صح؟ IL1. هسا احنا صغار ايام كنا نتعلم لسه املاء وغيره بالانجليزي كنا نخربط دائما بين حرف الاي والاي،
عارفين بيشبهوا بعض شوي في الكتابة، يعني لو كتبناها زي هيك راح نقرأها تقريبا نفس الاشي، يعني هو له تقريبا نفس اللهجة نفس القراءة. فكيف نحن نحفظها؟ ال E L عادي E L Y L، فهمت كيف؟ يعني ال L هون مع ال L هون وال E هون مع ال I هون، فال E L راح يحفزهم ال I L وال T N F، بينما ال B راح يحفزها الهستامين والثرومبين، برضو ال B هون موجودة مع ال B تبعت الثرومبين، فبي خاص بي ثرومبين هيستامين اي ال يعني اي ال اي ال مع تي ان اف. طيب هدول ايش؟ ريسبتورز صح، كل ريسبتور في العالم له لايجند، مو اكيد هذا هو وظيفته اصلا انه يرتبط باللايجند ويعمل لي شغله معينه. شو هي اللايجند تبعهم؟ راح نسميه لويس اكس موديفايد جلايكوبروتين. اللايجند تبعهم عباره عن لايكوبروتين جلايكوبروتين. شوفوا كيف راح تصير القصه. عندي هون انا خليني ارسم لكم اياها، عندي هون white blood cell وعندنا هون اللي هو الوول الجدار. شوفوا ال white blood cell راح يكون عندي ligand اللي هو glycoprotein، راح يكون برضو في glycoprotein هون، وراح يكون عندي ال white blood cell اللي هي ال L receptor، هون راح يكون عندي ال B receptor وال E ريسبتور. قلنا ال E وال L راح يحفزهم ال I L وال T N F، وال B راح يحفزها الثرومبين والهستامين. يا سلام، شوفوا راح يصير يجي الجلايكوبروتين هذا يرتبط على الريسبتورز تبعونه، وهذا الريسبتور هذا راح يرتبط على اللايجند تبعه، فتصير خلية. طبعا فيهم كمان ريسبتورز وهيك ولايجند ريسبتور ولايجند زي هيك، فتصير خلية تمسك هون وتفلت تنط على بعدها وهكذا تعمل زي هيك، زي كأنهم مطبات بطريقها. راح شو راح نستفيد منهم؟ راح يبطئوا سرعتها، بس راح تبطأ سرعة الوايت بلاد سيل. هي كانت ماشي بسرعة، أول شي قلل سرعة البلاد فلو فهي قلت سرعتها، وكمان هذول راح خفف سرعتها كثير. راح تبلش إنها جاهزة إنها تمسك باللايجندز والريسبتورز، يعني اللايجند يمسك بالريسبتور اللي راح يثبته، خلص راح يثبتها ثبات كامل، راح تبطل تتحرك. طيب هذا هو الرولينج. نيجي للستيكينج. الستيكينج راح يكون أبطاله عائلتين، اميونوجلوبين فاميلي وهذول عبارة عن لايجندز عائلة اللايجنز، والانتجرنز اللي هو عبارة عن عائلة الريسبتورز. هاي الريسبتورز وين موجودة؟ موجودة على الوايت بلاد سيل. طيب هاي اللايجنز وين موجودة؟ موجودة على الوول. شو راح يحفز اللايجنز انها تشتغل؟ الـ IL1 والـ TNF اللي نفسهم كانوا يحفزوا الـ B والـ L. سوري مش B، كانوا يحفزوا لي الـ E والـ L. اوكي، كانوا نفسهم يحفزوا لي الـ E والـ L. طيب عندنا الانتجرنز راح يحفزهم شيء اسمه كيموكاينز. كويس. طيب كيف هاي القصة راح تصير؟ هسا الانتجرنز هاي موجودة على الوايت بلاد سيل، هاي الريسبتور صح، وهون عندنا راح يكون اللايجند تبعها موجود زي هيك، فهي ماشية اول ما تشوف اللايجند ترتبط فيه زي هيك، خلاص الوايت بلاد سيل بتوقف مكانها، تبلش تجهز انها تغادر لبرا. ناخذهم هذول اللايجنز نقراهم بالتفصيل، واحنا بنراجع السلايد نقرا السلايدات، انا بس بدي هون تفهموا الفكره ككل، تفهموا الخمس خطوات شو بدنا نعمل فيهم. فخلني نجي هون نرسم الوايت بلاد سيل مره ثانيه ونحكي عنها بالتفصيل اكثر، كونه اخذنا العائلتين. هاي وايت بلاد سيل لونها زهري، بس هي وايت بلاد سيل. اوكي، عليها راح يكون لايجند اللي هو جلايكوبروتين، كويس خلينا نمسح عشان شو صار. طيب لايجند اللي هو جلايكوبروتين، وعليها نوعين من الريسبتورز، الريسبتور بالاحمر، عليها الريسبتور وعليها الريسبتور الانتجرين، بينما على الوول راح يكون اربع شغلات، عندها الجلايكوبروتين وعندها الاي وعندها البي وعندها اخر اشي برضو هاي المرة لايجند اللي هو ايش؟ اللي هم الفاميلي الثاني الاميونوجلوبين فاميلي. هدول اللايجنز، هدول اللايجنز لل، دول تنين لايجنز للانتجرين، لا سوري هاد لايجنز للانتجرين وهاد لايجنز لايش؟ لايجنز للإل ريسبتور، وهذا اللايجنز للريسبتور البي والإي. بس نيجي الجزء اللي بعده immigration، وهو راح يتلخص، راح نلخصه بكلمة واحدة amoeboid movement. amoeboid movement معناها، أو amoeboid movement معناها إنه لا زي الأقدام الكاذبة إذا بتتذكروها،
تبلش تطلع الخلية، يعني راح يكون عندنا زي هيك السيل وول أو زي هيك نقول، تبلش زي هيك هي هون، تبلش شوي شوي تطلع بحالها زي هيك لحد ما تطلع على الكامل. كيمو تاكسز اللي هي بعد ما طلعت وعملت ايمايجريشن، هجرة بعد ما هاجرت الفيسل وطلعت لبرا، بدها اشي اسمه كيمو تاكسز. كيمو تاكسز اللي هو راح يحفزها انها تهاجم البكتيريا، او مش راح يحفزها، خلينا نقول انه هو راح يسحبها لاتجاه البكتيريا، يعني هو اللي راح يوجهها، راح يجذبها للبكتيريا. هم 4 شغلات: توكسينز، وايت بلاد سيلز، سايتوكاينز، وكومبلمنت سيستم. هذول الاربعه لهم ريسبتور على الوايت بلاد سيل، سوري البكتيريا، لهم ريسبتور على الوايت بلاد سيل. هذول اللايجانز هم هذول الاربعه راح يرتبطوا في هذا الريسبتور، راح يغيروا لي السيتوسكيلتون تبع الوايت بلاد سيل بحيث انها تصير تتحرك وتروح على اتجاه البكتيريا. طب راحت على اتجاه البكتيريا، شو بدها تعمل؟ بدنا نعملها اول شيء اكتيفيشن عشان تعمل فاجوسايتوسيس. الاكتيفيشن بيكون عبر 3 شغلات: توكسينز، نيكروتيك سيل، ميدياتورز. بس تشوف واحدة من هذول اللايجانز راح ايش؟ راح تتحفز انها تعمل فاجوسايتوسيس، راح تتفعل. فاجوسايتوسيس تتم عن طريق 3 خطوات: ريكوجنيشن، انجلفمنت، كيلينج. تعرف، بعدين بلعمه، بعدين تقتل هاي البكتيريا عن طريق اللايسوسومز. هيك بنكون خلصنا الاوفر فيو. خلينا نيجي ايش نشرحها بالتفصيل، نقرا السلايدات. طيب نيجي نقرا السلايدات، بقول لك اول شيء سيلولار ريسبونس بحكي لك هو الوظيفه الرئيسيه للانفلاميشن اللي هي توصيل الوايت بلاد سيلز لمكان الاصابه عشان تقتل البكتيريا، تعمل ديجريديشن للنيكروتيك تيشو والفورين انتيجنز. شو الفورين انتيجنز؟ اللي هي اي شيء بحفز لنا جهاز المناعه اسمه انتيجن. فوظيفة الانفلاميشن تودي الوايت بلاد سيلز تتخلص من هاي القصص كلها. بقول لك الليوكوسايت برضه راح تطول لمدة الانفلاميشن، ليش؟ لانها سبب انها ممكن تعمل لي تيشو دامج. ليش؟ هسا الانزيم هون بده يحاول ايش؟ يعمل دامجنج للبكتيريا، راح يصير يفرز ار او اس وانزيمز معينة ممكن تيجي على التيشوز، اذا اجت على التيشوز راح تخربها وتعمل لها نيكروسيس. فبرضه الانفلاميشن او الوايت بلاد سيلز راح تزود لي مدة الانفلاميشن. بقول لك سيلولار ريسبونس انكلود 5 شغلات حكيناهم فوق، نيجي ندخل بتفاصيلهم. اول شيء المارجينيشن، الار المارجينيشن شو قلنا؟ قلنا انه النورمال بلاد فلو اسمه اكزيلي فلو. بقول لك لما بتكون الكومبوننتس بالسنتر اللي هم الوايت بلاد سيلز والار بي سيز، وعلى الاطراف تكون البلازما قريبه على ايش؟ قريبه على الفيسل وول. بالانفلاميشن راح يتغير هاي القصة وتروح الوايت بلاد سيلز للطرف والار بي سيز لجوا. بقول لك وايت بلاد سيلز راح تروح بريفيرال، هاي هي قصة المارجينيشن. طيب راحت على الطرف، هاي الصورة اللي شرحناها وهي نفس القصة. شوف كيف صار عندنا رولكس اوف ار بي سيز اللي هي يعني مجموعات من ال ريد بلاد سيلز، فصارت على الجوا. شايفين كيف الار بي سي صارت جوا والوايت بلاد سيلز برا؟ طيب حلو. ستيكينج اند رولينج، بعد ما راحت الوايت بلاد سيلز على الطرف، قلنا اول شيء راح تبلش تعمل رولينج عشان تبطئ سرعتها، بعدين ستيكينج عشان تلتصق كامل او فيرم ادهيجن يعني. طيب بيقول لك هون انه راح يصير عندنا لارج نمبر من الوايت بلاد سيلز تعمل ستيكينج، فراح يسوي لي شيء اسمه ماربلز. الماربلز دي شكلها زي الرخام راح يكون. ف in the time بحكي لك endothelium can be virtually lined by white. يعني شوف شو الفكرة، white cells اللي هي الفكرة انه هنا endothelial cells راح تتغطى كلها في white blood cells، راح تعملنا اشي اسمه pavementing اللي هو عبارة عن white blood cells و endothelial cells. طيب يقول لك هون التصاقهم سببه complementary adhesion molecules، هلا راح نحكيهم وحكي لهم قبل بس هلا راح نعيدهم مرة ثانية. وهو الفكرة زي لوك اند كي اللي هي ليجاند اند ريسبتور. طيب عندنا بيقول لك هون شغلة كيميكال ميدياتور مثال عليها C5A، وخدنا قبل شوي عن C2 صح؟ C5A او لا راح ناخذ لقدام. المهم وكمان كيموتاكتيك ايجنت ثانيين غيره راح تفرزهم من انجورد سيل مثال الاندوثيليال سيلز، راح تفعلنا ليكوسايت عشان تبلش تعمل ادهيرنس اند رولينج. later their migration اللي هي هجرة اللي راح تغادر فيها الوايت بلاد سيل من داخل الكابيلاري للخارج. طيب بحكي انه هون انه هاي الريسبتورز راح تكون مخبية جوا الخلية زي هيك،
وهاي الأشياء زي C5A وغيره راح أخليها تطلع لبرا على أساس إنها تصير ready، جاهزة إنها تعمل adhesion. خلينا نعيد شو حكينا. حكينا إنه عندنا 3 عائلات، العائلة الأولى مسؤولة عن الرولينج، والعائلة الثانية ستيكينج، أو العائلة الثانية والثالثة مسؤولين عن ستيكينج، واحدة منهم ليجند والثانية ريسبتور لهذا الليجند. طيب هاي العائلة، عائلة الريسبتورز الأولى، فيها الـ E والـ B والـ L. الـ E أول حرف إندوثيليال، الـ B بليتلتس وإندوثيليال، الـ L لوكوسايت. قلنا كيف نحفظ كل واحد شو بفعلهم، قلنا الـ B راح فعلها الثرومبين، وعندك الـ I L يعني E L نفسها فعز الـ E والـ L اللي هو الـ I L والـ TNF. طيب ساعدنا قصة هون، بقول لك البي لما تكون ان اكتف راح تكون جوا الخليه، وراح نسميها ويبل بليد بوديز. ويبل بليد بوديز هاي بس تتعرض للهيستامين وثرومبين راح تطلع لبرا وتصير جاهزه لانها تعمل بايندينج. طيب اميونوجلوبين فاميلي عندنا انتر سيلولار اديجين مولكيول وفاسيولار سيل اديجين مولكيول. هذول ايش؟ هذول زي ما قلنا قبل، هذول لايجانز. شو الريسبتور تبعها؟ انتجرينز and myosin like glycoproteins. glycoproteins هي myosin like glycoproteins، هي عبارة عن receptors لهذول. طيب شغلة أخيرة بس، إنه الميونوجلوبين فاميلي راح يحفزها ال IL1 وال TNF، هو نفسه اللي راح يحفز ال E وال L، هو نفسه اللي قلنا مسؤول عن junctional retraction، بينما هاي راح يحفزها الكيموكاينز اللي هي هذول هم الريسبتورز. والتصاق هدول بهدول راح يعملنا ايش بهذا اللايجند، يعني راح يعملنا ايش؟ راح يعملنا فيرم ادهيجن. يا سلام، نيجي للصورة. هاي الوايت بلاد سيل عليها المفروض يكون ريسبتور اللي هو ال L، وعليها ريسبتور ثاني اللي هو الانتجرين، وعليها الجلايكوبروتين اللي هو لايجند. فزي ما انتم شايفين بلش اللايجند هاف يرتبط في الريسبتورز تبعهم، بعدين الريسبتور هذا بيكون لو افينيتي، الانتجرين بيكون لو افينيتي. شو اللي بيخلي هاي افينيتي؟ الكيموتاكسنز، هاي كيموكاينز، سوري كيموكاينز، كيموكاينز راح خليه ايش؟ هاي افينيتي. لما يصير هاي افينيتي بصير جاهز انه يرتبط في اللايجند تبعه. شو هو اللايجند تبعه يا جماعه؟ اللايجند تبعه اللي هو الحبتين هذول، الاي سي ام والفي سي ام، اللي هم انترا سيلولار اديجين مولكيول والفاسيولار سيل اديجين مولكيول. هذول اللي هم اميونوجلوبين فاميلي بيرتبط فيهم زي ما انتم شايفين، بلش يجهز لل immigration. طيب immigration اللي هي راح يطلع فيها نيوتروفايل ايزينوفايل، يعني بشكل عام وايت بلاد سيلز. نيوتروفايلز هو بطلنا هسه، بطل الانفلاميشن، بطل الاكيوت يعني انفلاميشن. طيب they pass through amoeboid movement عن طريق انهم يدخلوا سودوبودز اقدام كاذبة تبعتهم في الجنكشن ما بين الاندوثيليال سيلز. اندوثيليال سيلز هاي بلش ايش؟ تطلع من بيناتهم. طيب شو بقول لك هون؟ راح تطلع للبيزمنت ممبرين، بعدين راح تتخطى برضو وتطلع للاكسترا فاسيولار سبيس او الاكسترا سيلولار ماتريكس، يعني اللي هي موجوده فيها البكتيريا. هاي البروسيس لها اسم كويس، اسمها ديابيديسز. ريد بلاد سيلز نورمال ليف بلاد فيسلز. بعد ما يصير عندنا هاي الفتحات هاي راح تطلع برضو الريد بلاد سيلز. ريد بلاد سيلز راح تطلع كمان، مش بس الوايت بلاد سيلز. طيب بيقول لك انه انواع الوايت بلاد سيل اللي راح تشوفه في الانفلاميشن بيختلف على اختلاف نوع وطبيعه الانفلاميشن. هذا الشيء حكيناه من قبل، قلنا نيوتروفايلز هاي وين؟ في الاكيوت. في شغله ثانيه راح تكون موجوده في الاكيوت اللي هي مونوسايت. اول 6 ساعات ل 24 ساعه يعني اول يوم راح يكون في نيوتروفايلز، بعدين من بعد يوم ليومين راح يظل عندنا مونوسايت. في التفاعلات الحسيه عندنا الايزينوفايلز، احفظوهم. كيموتاكسيس، كيموتاكسيس الاشياء اللي راح تعمل اتراكشن للخلايا. شو هم؟ عندنا 4، عندنا توكسينز اللي هي سوليبل بكتيريال برودكتس، عندنا اشياء الكومبلمنت سيستم اللي هي C5A كويس. وهون حكينا عن الكومبلمنت سيستم وين، شغله تانية بس عشان نكون لمين، هيو C5A كان له وظيفه تانية. شو هي؟ اللي هي كانت تحفز لنا الستيكينج اند رولينج. برضو C5A هون راح يحفز لنا اللي هي ايش؟ C5A راح يحفز لنا انه نبلش انه نسحب الوايت بلاد سيل للبكتيريا.
وايت بلود سيل. طيب عندنا الشغله الثانيه اللي هي الوايت بلود سيلز نفسها. كيف يعني؟ بس احنا رحنا للبكتيريا ودينا مثلا 5 حبات وايت بلود سيل، راح يفرزوا اشي عشان يجذب الوايت بلود سيلز الثانيين، اللي هو هذا اسمه لايبو اوكسجينيز باث واي، اللي هو راح نعمل ميتابوليزم لشيء اسمه اراكيدونيك اسيد. ليش نعمل له؟ هلا بنحكي على الوظيفه البعيده. اخر شيء السايتوكاينز اللي هم او الكيموكاين، يعني اللي هم نفسهم سايتوكاينز او تابعين للسايتوكاينز. الكيموكاينز هم اللي راح يسحبون. اذا يعني عندنا 4 شغلات، توكسين البكتيريا او الوايت بلاد سيل نفسه برضه، او الكومبلمنت سيستم، او الكيموكاين. هذول الاربعه. كيموتاكتيك ايجنت، هاي الايجنت هي عباره عن لايجن. في على الوايت بلاد سيل راح يكون في ريسبتور، راح هدول اللايجنز يرتبطوا بالريسبتور. كويس، راح يرتبطوا بالريسبتور ويعطوني باث واي معين. شو هو هذا الباث واي؟ راح يصير عندنا عمليه اللي هي خلينا نقول ميتابوليزم للفوسفوليبيدز. كويس، وبنفس الوقت راح يصير يدخل عندنا كالسيوم انفلوكس. فدخول الكالسيوم وعمليه الميتابوليزم للفوسفوليبيدز هاي راح تعطي لي انقباضات في السيتوسكليتون. كويس، فهاي الانقباضات هي اللي راح تحرك الخلايا. هذا الاشي هو نفسه هذا، يعني الليبيد او خلينا نقول الفوسفوليبيد هو الاركيدونيك اسيد. هذا هو اللي راح نعمل له ميتابوليزم. فبس نعمل له ميتابوليزم راح يطلع ايش؟ راح يطلع لنا اشياء تجذب الوايت بلاد سيلز الاخرى اللي هي الليكوتراين. طيب ليكوسايتك اكتيفيشن، ضلت الاكتيفيشن، وبعديها خلينا نحكي عن فاجوسايتوسيس اللي هي 3 خطوات ونكون خلصنا محاضرتنا. الاكتيفيشن قلنا بس تتفعل الليكوسايت، او بس تطلع الليكوسايت، سوري، بس تطلع الوايت بلاد سيلز بدنا نعملها اكتيفيشن، صح؟ نعملها اكتيفيشن. كويس، عن طريق يا اما اللي هو التوكسينز تبع الميكروب والبكتيريا، يا اما عن طريق النيكروتيك سيلز، يا اما عن طريق الميدياتورز. هذول الثلاث راح يفعلوا لي الوايت بلاد سيل. ليش؟ عشان عندها 4 وظائف. اول شغله ممكن تعمل فاجوسايتوسيس، بس تعمل فاجوسايتوسيس تعمل تدمير للخلايا عن طريق اللايسوسومز. اوكي، اول شيء فاجوسايتوسيس، بعدين ممكن بس تعمل فاجوسايتوسيس للبكتيريا، تدخل عليها لايسوسوم على الفاكيول تبعها وتدمرها. او ممكن ما تعمل فاجوسايتوسيس، اول شيء تفرز فري راديكالز مثلا وانزيمات معينه تحطم هاي البكتيريا، بعدين نعمل فاجوسايتوسيس. الوظيفه الرابعه والاخيره انها تفرز ميدياتورز، اللي هي وظيفتها انها تجيب وايت بلاد سيلز اكثر. طيب الفاجوسايتوسيس اللي هي اخر شغله، عندنا 3 شغلات: ريكوجنيشن، تعرف، انجلفمنت، كيلينج. الريكوجنيشن عندك بيقول لك النيوتروفايل والمونوسايت، يعني هذول التنتين الموجودات بالاكيوت انفلاميشن، بيقدروا يتعرفوا على البكتيريا بدون وجود السيرم تبعها. بس معظم الانجورس ايجنت ما بنقدر نتعرف عليهم الا بوجود السيرم تبعهم. هاي الاشياء الموجوده بالسيرم اسمها اوبسونينز، هاي وجودها بالسيرم هي اللي راح تعرف الوايت بلاد سيل على البكتيريا. هاي معطينا مثال عليهم. وبرضو عندنا كومبوننت ثانيين زي C3B، كان قبل شوي عن C5، هلا نحكي عن C3. هذا راح يساعدنا بالريكوجنيشن. بس نتعرف عليها راح نبلش نعمل انجلفمنت. كيف يعني؟ راح نعمل فاجوسوم، او يعني راح نعمل هاي الوايت بلاد سيل وهي البكتيريا، راح نعمل عليها زي سودوبود، نحوطها وندخلها جوا. هذا اسمه فاجوسوم، اللي هو عبارة عن ممبرين جوا البكتيريا، جوا ايش؟ جوا الوايت بلاد سيل. بعد هيك راح ادخل عليه اللايسوسوم، فيصير اسمه فاجو لايسوسوم. كومباوند كامل اسمه فاجو لايسوسوم، هو عبارة عن بكتيريا اللي بلعمناها زاد ايش؟ لايسوسوم. بعدين اللايسوسوم تفرز انزيمات وبتحطمه ونخلص من هالقصة. اللي هو كيلينج اند ديجريديشن. كيلينج اند ديجريديشن بيقول لك اللي هو الانجستد بارتيكلز راح نوصلها عن طريق اللايسوسومال انزيمز. بيقول لك بعد هاي الانزيمات ممكن تطلع لبرا وتسبب لي كمان تشو دامج، زي ما قلنا هذا الشيء بالبداية. طيب لهم نكون خلصنا محاضرتنا، ما ضل شيء يعني ما حكيناه. بدي بس هاي شوفوا هون كيف الفكرة، هاي الانجلفمنت، هاي الريسبتورز، هاي اللايجنز اللي طبطوا بالريسبتورز، هاي شايفين كيف بنحوطه بندخله بنشبك معه اللايسوسومز بتبلعمه وبنخلص من هالقصة. هاي الار او اس
قبل ما انهي بس بدي نعيد من البداية بس بشكل عام بشكل سريع انه نرتب افكارنا. الليكوسايت مارجينيشن قلنا اول اشي راح تصير الريد بلاد سيلز تعمل مجموعات وتيجي للنص والوايت بلاد سيلز تروح على الاطراف، كل هذا عشان نحفزها على ستيكينج اند رولينج. قلنا عندنا اول فاميلي راح يكون موجود البي والال والاي، كويس بي والال والاي هذولا راح يعملون لنا رولينج، وعندنا ستيكينج راح يكون عندنا هذول عيلتين، واحدة لايجاند للثانية، الثانية ريسبتور. بعد هيك قلنا راح يبلش عندنا عملية خروج الوايت بلاد سيل، بعدين راح تيجي عندنا عملية الكيموتاكسيس اللي هي راح تكون توكسينز والوايت بلاد سيلز والسايتوكاينز والكومبلمنت سيستم لايجاندز فيها. ده ريسبتور موجود على الوايت بلاد سيل، هذا ريسبتور راح يرتبط عليه هذول اللايجاندز ويغيروا لي في السايتوسكيليتون عشان توصل لعند مكان البكتيريا. وصلت، شو بدنا نعمل؟ بدنا نعملها اكتيفيشن، بعملها اكتيفيشن توكسينز نيكروتيك سيل ميدياتورز، صارت اكتيفيتد بلشت عملنا فاجوسايتوسيس للسيل. هذا هو بشكل مختصر جدا اللي درسناه اليوم، بس كل عليكم تدرسوا التفاصيل تركزوا عليها اكثر. ركزوا مثلا لما يمر معكم مثلا تي ان اف، كل ما يمر تي ان اف اتذكروا كل شيء كان يعمله، يعني ما تقولوا خلاص مثلا والله بعمل هيك، لا وصلنا على تي ان اف قول من البدايه، يقول اه هو اول شيء كان بيعمل لنا جنكشنال ريتراكشن، بعدين مثلا زي هيك، فهمت كيف؟ لموهم الأربع أشياء اللي بيعملها تي ان اف سوا، وهكذا. هذا شيء كثير راح يساعدكم في الامتحان. آخر شيء اليوم، إحنا بالعادة كنا نحكي شو دكتورة غادة حكت أشياء، بس اليوم ما حكت شيء خارجي، يعني أول شيء مش موجود بالسلايدات، فبس طلع لنا نحل السنوات، إيه سوري مش سنوات، الكيسز. طيب جماعة زي ما تعودنا الكيسز بدناش نعرف عمرها، بدنا نعرف بس إيش في كي بكل كيس. هون بيقول لك الكيس انه عندها فيفر لمده 3 ايام، هذا اللي انه عندها اكيوت انفلاميشن. حلو، عندها اكيوت انفلاميشن. انزل اقرا اخر شيء، شوف ايش المطلوب. بيقول لك ميجر انفلاماتوري سيل تايب ريسبوندينج تو ذيس انفيكشن، يعني بده ايش اكثر او ايش السيل تايب اللي راح يساهم انه بهذا الانفيكشن. كويس، طيب ايش هو الانفيكشن؟ ارجع شوي اقرا، تعرف انه عندها التهاب بالرئه، في بكتيريا بالرئه، فهو بده زي كأنه الاشي اللي راح يقتل هاي البكتيريا، فهو راح يكون هيدروجين بيروكسيد. هاي تبير، يقول لك زلمة عمره 20 سنة عنده بين painful urination for 4 days، يعني عنده خلينا نقول لما يعمل تبول يكون عنده ألم. كويس، ففحصوا له فشكوا يعني انه عنده التهاب في اليوريثرا. فهم بحكي لك انه موجود نيوتروفايلز، نيوتروفايلز بتدل على اكيوت انفلاميشن. كويس، هاي بيقول لك نيوتروفايلز هاي release of which of the following chemical mediators is most likely to drive neutrophil. شو يعني؟ يعني هسه احنا عندنا نيوتروفايلز هي الوايت بلاد سيلز طلعت وتتروح ايش بدنا، يعني الاشياء الكيميكال ميدياتورز اللي ممكن تسحبها للتوكسين او للبكتيريا. هم كانوا اربع شغلات ممكن يسحبوها، من ضمنهم الكومبلمنت سيستم، كنا نقول التوكسينز برضه والوايت بلاد سيلز نفسها بتجذب، صح؟ من ضمن الشغلات كنا نقول الكومبلمنت سيستم، هاي اذا بدكم نرجع نشوفها بالسلايدات هيها هون اخر اشي هون، هاي كيمو تاكسز كان C5A هو اللي يسحبها للمكان، C5A كومبلمنت سيستم زي ما قلنا الوايت بلاد سيلز نفسها والتوكسينز، وفي عنا الكيموكاين. اخر كيس بيقول لك في واحد عمره 25 سنة دخل بأصبعه قطعة خشب، فسحب على القصة 3 ايام، بعديها تفرج لقى عنده ريد سوول تندر، فهذا ايش معناه؟ معناه عنده اكيوت انفلاميشن. طيب معناته ايش؟ راح يكون فيها نيوتروفايلز، فهو شو مطلوب منا؟ شو مطلوب منا؟ يقول لك انه each of the following substance، يعني ايش هاي ايش ممكن هدول substance يكون موجود على endothelial cells عشان يصير عنا inflammatory reaction. اسأل على endothelial cells كان عنا ال E وال L، صح؟ لا سوري ال E وال B، ال كانت على white blood cells اللي هو receptor كان تبع الligand الموجود على white blood cells، هو موجود ال E فاخترناه بس. يعني زي ما قلت لكم دائما اخر سطر بيكون مطلوب فيه شو المطلوب من هذا الكيس كله، بتقراه بالاول بعدين اقرا باقي الكيس، دور على المطلوب. يعني احنا بس قرانا هون فهمنا انه هو بده ايش الاشي اللي بيحفز هذا الانفلاميشن،
رجعنا عشان نعرف ايش هي الانفلاميشن، لانه قدام راح يصير في عندنا كرونيك انفلاميشن. رجعنا عرفنا انه هي ايش اكيوت، قصة النيوتروفايل هلا دلتني اصلا، فاخترنا. يعني ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا المحاضرة. اي حدا عنده اي سؤال يبعث لي. يعني المحاضرة هي شوي زنخة صراحة، فيها فهم شوي، لكن يعني اذا فهمت معي ان شاء الله هلا ما في اي داعي انك يعني خلص، بتكون فعليا تضمنت المحاضرة. بس كل عليك تحفظ، يعطيك العافية. وهيك بنكون ختمنا محاضرتنا اليوم، يعطيكم الف عافية.